هوية بريس. محمد النحيلي، المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل. مشاركتنا في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل تأكيد حق الموظفين في مجموع ديال المستحقات ديالهم العادلة ومشروعة، وضمنها التعويض على الأشغال الشاقة الملويتة اللي طال المفروض أنه يتصرف يعني شهرياً وانه ماشي سنويا. فالمساله هي تعارض يعني القانون في هذا الاتجاه، ولكن هي ماشي نتيجه ديال هذه الجماعه الحاليه. حتى يعني المسؤولين المتلاحقين كانوا تيديروا واحد المقاربه احسنيه تيخليوا هذا التعويض الى حدود الشهر لمناسبه عيد الاضحى، وهذه المساله هي تدخل في المقاربه الاحسانيه ماشي المقاربه ديال الحق اللي مفروض انه يتصرف بشكل شهري. هناك فئات عديده متضرره داخل الجامعات، ضمنها موظفين حاملي الشهادات غير مرتبين التلاليم يعني المناسبه، وهذه مساله تتهم يعني المديريه العامه للجامعه الترابيه التي خصها تقوم بعمليه ديال التسويه وضعيه الموظف يعني في كافه العاملين في الجامعات، واللي تيحملوا واحد الشواهد وما كاينينش في السلاليم ديالهم المناسبه، غياب التعويضات على الساعات الاضافيه، غياب هيكل تنظيمي خاص بالموظفين، تعويض رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح على المسؤوليه، لانه المفروض تم تعيين على المسؤوليه بناء القانون المنظم لهذه العمليه. مجموع ديال النعوت هي تضر بالمصلحه ديال الموظف والتبخيص ديال الصوره ديالو، واخرها يعني الاعلان عن ان هناك 2400 موظف شبح. هذا كلام فيه غلو كثير ومجانب الصواب. وواقع الحال ان موظفين ديال جماعات الرباط يقومون بمجهودات جد قيمه، وماشي هذا يعني جديد، ولكن انه هناك يعني على ممر السنين هناك تنويه بالمجهودات اللي تيقوموا بها الموظفين مختلف ديال الجماعات. ولعل انه المدينه ديال الرباط اعلانها تتحتضن مقر يعني ديال المدن الافريقيه، فهذا يعني ما جاش عن عبث ولكن جاء على نجاعه ديال التدبير. وكذلك مدينه الرباط اللي هي عاصمه الانوار هي العاصمة الثقافية، فلا يليق يعني مثل هذا التصريح أمام هذه المجهودات وهذه الصورة الوضاءة اللي تتحملها مدينة الرباط. ننتظر التقرير ديال المجلس الجهوي للحسابات من أجل يعني وضع يعني النتيجة النهائية وإنصاف هاد الموظفين ديال الجماعات الترابيه اللي الان تنشوفوهم بالعين المجرده كاينين في مقرات ديال العمل ديالهم. اللي المفروض هو تحفيزهم وترشيد مجال ديال استشغال الموظف واعطائهم الحقوق ديالهم كامله غير منقوصه. انا عبد الحميد زغو، اتحاد العام الشغالين، التنسيق الخماسي اللي كتشوفوا قدامكم في اللافته. هاد الوقفه جات نتاج ديال واحد مجموعه ديال المحطات اللي دوزنا، وبعض الاخوه راه كانوا معنا في الندوه الصحفيه اللي كنا درناها في دار الديمقراطيه للشغل. لهذا ان هاد الوقفه جات لانه السيده العمده اول بند من بنود الاتفاق اللي صرف التعويضات عند الاعمال الشاقه والملوثه من فداتهاش. هذا حنا سنينا مع التنسيق الخماسي محضر اتفاق واحد. ثانيا انه حنا عندنا محطات نضاليه جايه وما نتراجعوش عليها، وفي الحقيقه حنا ما بغيناش لان حنا ضد الاحتقان. كاين غلاء الاسعار، عندنا الاغلبيه ديال هاد الموظفين اللي كاينين هنا كلهم سلم سته وعندهم السكن الاجتماعي وكارين، كاين اللي ما كتبقاش له حتى 500 درهم في الماندا. حنا استبشرنا خيرا بان مدينه الرباط جاتها عمده امراه باش نضاهيو الدول المتقدمه في الديمقراطيه. الا اننا فوجئنا بهذا القرار انه تعدل انه تصرف تعويضات الفائده الموظفين. ولهذا حنا باقي عندنا برنامج نضالي الاسبوع الجاي، عندنا اضراب ومسيره لولايه مدينه الرباط. لهذا كنا نشدوا المسؤولين الغيورين على البلاد
انهم يوقفوا هذا الاحتقان. حنا ما باغيينوش، حنا في دوله المؤسسات وحنا كنمارسوا حق دستوري. وانا اقولها وناشد المسؤولين انهم يحبسوا النزيف، لانه ها فينا هما الاشباح، فينا هما، فينا هما الوقفات الاحتجاجيه. تبارك الله كانوا اليوم الوقفات الاحتجاجيه كبار، وهادو مسكره الاغلبيه. هاد الناس هادو اللي هنا كلهم ما عندهمش باش يعيدوا. واقولوا احنا ما كنسعاوش، ما كنطلبوش، ونعاود هاد الناس هما اللي خدموا الاستحقاقات الانتخابيه، هاد الناس هما اللي تصدوا للكوفيد. هاد الناس هادو هذا هو الجزاء ديالهم. احنا ما غاديش نوقفوا، وغادي المسيره النضاليه ديالنا، وكنتمنوا من المسؤولين ديال البلاد يتدخلوا، لان حتى هادو راه مغاربه، حتى هادو راه مغاربه، هادو كلهم فين غيمشيو؟ ما عندوش فين يمشيو. يوقفوا مع هاد الناس، يوقفوا معنا في اطار الحق. حنا ما كنطلبوش، هاد الناس كلهم عندهم كرامه ديالهم. كاينين الناس هنا اللي مرض امراض مزمنه بالخدمات اللي كيقدموا للبلديه، هذا هو الجزاء ديالهم، ما يعيدوش. للاسف المعركه تستمر، وشكرا. سيد لاوي احمد الكاتب الاقليمي للفدرال الديمقراطيه للشغل، والمنسق ديال التنسيق الخماسي على مستوى مدينه الرباط، واللي تيتكون من الاتحاد المغربي للشغل، الفدرال الديمقراطيه للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، والكونفدراليه العامه للشغل. هاد الوقفه تجي في اطار تنفيذ البرنامج اللي صدر التنسيق النقابي الخماسي، واللي مضمن في البيان ديال 24 يونيو 2022. طبيعه الحال هاد الوقفه جات بناء على من بعد واحد مجموعه اللقاءات اللي قادها التنسيق الخماسي مع رئيسة الجماعه، يعني واللي انطلقت الفعاليات ديالها منذ انتخاب الرئيسه على راس الجماعه ديال مدينه الرباط. مجموعه ديال اللقاءات اللي الحمد لله توجت بتوقيع على بروتوكول ديال الاتفاق، واللي اعتبرناه داخل التنسيق الخماسي انه خارطه الطريق بالنسبه لتدبير شؤون المشاريع على مستوى مدينه الرباط. الا ان المسائل اللي تارت هذا الموضوع هذا هو فيما يخص واحد النقطه اللي ضمنها داخل بروتوكول الاتفاق، واللي تتعلق بالسويه ديال واحد الوضعيه ديال واحد التعويض اللي تسمى اشغال الشقه والمويته لي تي بي اس. وبالتالي البارح كان عندنا لقاء مع السيده الرئيسه، ما تمكناش ان نوصلوا لشي قرار من اجل يعني الصرف من هذه النقطه هذه. وتنتمناو ان ان شاء الله من بعد هذه الوقفه يتم الاستجابه لهذه النقطه، والا فتبقى التنسيق الخماسي مضطر لتنفيذ البرنامج اللي عندكم في البيان ديال 22. غير هي ما فيها باش نديروا واحد واحد التوضيح بما يخص هذا التعويض. هذا التعويض حنا كما عبرنا به البارح للسيده الرئيسه، ما بغيناش الرباط يكون استثناء بالنسبه لهذا التعويض اللي تيهم واحد الفئه من الشيل 6 حتى الشيل 9. وهذا موضوع اللي صراحه ماشي وارد اليوم، هذا موضوع اللي تيدرس على مستوى وزاره الداخليه، وراه متضمن في اتفاق ديال 2007 ديال بروتوكول اتفاق ديال مع المديريه ديال المديريه العامه مع المحليه، وايضا حتى الان في طاوله الحوار على مستوى وزاره الداخليه في الحوار الاجتماعي في اطار لجنه ديال الكوميسيون دو بيلوتاج. هذه النقطه ديال تي بي اس مطروحه بحده، وبالتالي كاينه حلول ان كاين ان ممكن يتم الحذف ديال الاسم اللي هو الاشغال الشقه والملوثه، او انها الان تشتغل في اطار واحد المنظومه ديال التعويضات من اجل يعني تلقى واحد الحل نهائي بخصوص هذا التعويض. وشكرا. هوية بريس.